صباح الخير لكم وصباح الخير لجميع المشاهدين، يا هلا بك. اهلا وسهلا فيك، يعني نتعرف من خلالك على الحاله الجويه. عم بنحس انه كيف الصبح بكير والمساء بكون الجو لطيف، لكن فتره الظهيره ارتفاع شديد في درجات الحراره، ف يعني هل هذا الوضع طبيعي في مثل هذا الوقت من السنه، وكيف راح تكون الايام القادمه؟ نعم طبعا الاجواء هيك طبيعيه، هيك مناخ الاردن بمثل هذا الفتره من العام. المعدل الطبيعي بالنسبه للعاصمه عمان لمثل هذا الوقت من السنه وحوالي 32 درجه مئويه، المناطق الغوريه والعقبه والبحر الميت معدلاتها الطبيعيه لمثل هذا الوقت من السنه ما بين 38 الى 39.4 بالعشرة. احنا يعني باعتبار انه جونا في شهر تموز وشهر اب، معدلات الحراره فيها بتكون هي في بدايه الثلاثينات، تتراوح ما بين 32، وبشهر اب بتكون حوالي تقريبا تصل ل 33، فبالتالي هيك الاجواء الطبيعيه بالنسبه للاردن. بالنسبه لليوم احنا راح نكون ضمن المعدلات الطبيعيه بالنسبه بشكل عام معظم مناطق المملكه. اليوم الاجواء راح تكون بشكل عام اجواء الصيف الاعتياديه في المناطق الجبلية، لكنها أكثر حرارة في مناطق البادي ومناطق السهول الشرقية زي مناطق الأزرق والصفاوي والرويشد ومنطقة الجفر ومعان، بينما المناطق الغورية والعقبة والبحر الميت راح تكون الأجواء فيها حارة. وطبعا درجات الحرارة اليوم راح تكون في العاصمة عمان في المرتفعات الشرقية 33، بينما المرتفعات الغربية من العاصمة اللي بتكون 31 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الجبلية العالية زي مرتفعات الشراء اللي نقصد فيها مرتفعات الطفيلة والكرك ومرتفعات غرب معان زي الشوبك وراس النقب، المناطق هاي راح تكون العظمى فيها حوالي 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار. مناطق الغور والعقبة والبحر الميت راح تكون العظمى فيها تتراوح ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية، أما مناطق السهول الشرقية ومناطق البادية راح تكون فيها العظمى اليوم 37. هذا بالنهار، بالليل طبعا راح تصبح الأجواء معتدلة بشكل عام في أغلب مناطق المملكة ما عدا المناطق البحر الميت ومناطق المنطقة العقبة، راح نلاحظ الأجواء بتكون فيها حارة نسبيا وبسبب طبعا درجات الحرارة بالليل الصغرى راح تكون نوعا ما مرتفعة مقارنة مع الأيام الماضية اللي شفناها فترة العيد وفترة الأسبوع الأخير من شهر رمضان. اليوم احنا متوقعين باعتبار انه الصغرى راح تكون في العاصمة عمان تتراوح حوالي ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية بالنسبة للعاصمة، وذكرنا انه راح تكون العظمى بالنهار 33، بينما المناطق الغوريه والعقبه والبحر الميت راح تكون الصغرى ليلا ما بين 28 الى 29 درجه مئويه، وزي ما حكينا بدايه راح تكون الاجواء بالليل معتدله في اغلب المناطق. بالنسبه للثلاثاء والاربعاء والخميس راح نلاحظ انه ارتفعت الحراره مقارنه مع اليوم، راح تسجل العظمى في العاصمه عمان 35، اليوم قلنا بذكر مره ثانيه اليوم قلنا 33، فيوم الثلاثاء والاربعاء والخميس راح تكون حوالي 35 درجه مئويه، وبالتالي راح نلاحظ الاجواء غدا وبعد غد اكثر حراره مقارنه مع اليوم، والاجواء بتكون حاره في اغلب مناطق المملكه، بينما مناطق الغور والعقبه والبحر الميت راح تكون حاره جدا. العظمى غدا راح تكون في العاصمه عمان 35 درجه مئويه في المرتفعات الشرقيه، بينما المرتفعات الغربيه 33. مناطق الغور والعقبه والبحر الميت راح تتراوح ما بين 41 ل 43 درجه مئويه، وطبعا تستمر هاي الاجواء الحاره يوم الاربعاء والخميس بحراره راح تتراوح حوالي 36 درجه مئويه مع الاجواء الحاره بشكل عام في كافه المناطق. نعم طبعا يعني احنا باعتبار انه لما ترتفع درجات الحراره عندنا دائما بنحب نذكر الاخوه المواطنين بانه ياخذوا الحيطه والحذر من موضوع ضربات الشمس، فترات الظهيره زي ما تفضلتي في بدايه المقدمه انه بترتفع الحراره نوعا ما بشكل واضح فتره الظهيره، وخاصه في المناطق اللي بتزيد الحراره فيها عن ال 40 زي مناطق الغور والعقبه والبحر الميت، مشان هيك احنا من بهمنا ننبه الاخوه وخاصه احنا فتره عطله مدارس انه اخذ الحيطه وعدم التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، وتناول السوائل او خاصه المياه
بشكل كبير او كمتكرر، خاصه للاشخاص اللي بيشتغلوا بمجال البناء. وطبعا فترات الظهيره اللي بتكون فيها اعلى حراره عندنا بتكون ما بين الساعه الثانيه والساعه الثالثه بعد الظهر، هي الفتره اللي بتسجل فيها درجات الحراره العظمى. بينما طبعا بالفترات الصباحيه والفتره المسائيه بتكون درجات الحراره فيها اقل.